جميلة، لأني لا أريد أن يكون الحجاب منظرا فحسب، لا أريد لأخت منتقبة أو محجبة أن تكون سيئة السلوك أو سيئة الخلق، لا يجوز لها أن تأتي بسلوك مخالف في أي مكان في العام، مكان عام أو مكان في الداخل. يجب عليها أن تتقي الله في حجابها الشرعي، ويجب عليها أن تعلم أن الأعين مسلطة ومركزة عليها. لا يليق لها أبدا في الشارع العام أن تضحك بصوت مرتفع، أو أن تأتي بسلوك خاطئ، أو أن ترفع صوتها، أو أن تقول كلمة بذيئة، أو أن تسب ولدها أو ابنتها في الطريق العام بكلمة نابية. ولا يجوز لها على الإطلاق أن تضع نفسها في موضع شبهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشبهات، وقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كما لا يجوز لأي أخ ملتحن أن يأتي بسلوك مخل في أي مكان عام، لا يليق أبدا أن يكون صاحب لحية وأن يأتي بسلوك مخل أيا كان نوع هذا السلوك، لأنك بذلك تسيء إلى السنة. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا.